السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الأوفياء، مشاهدين مغارب نيوز، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا أينما كنتم. نزلنا للشارع البيضاوي باش نسولوا الناس حول الاحتجاجات اللي كانت بالأمس من أجل الغلاء ديال الأسعار اللي عرفات ارتفاع مثير والهب جويب ديال المغاربة. نزلنا للشارع اليوم باش نسولوا المواطنين حول هذه الاحتجاجات اللي كانت بالامس. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام اخي، مرحبا بكم. خويا انتم بحش شفتوا الاحتجاجات اللي كانت بالامس في العديد من المدن المغربيه؟ اكيد. بالخصوص اذا تكلمنا على الاحتجاجات اللي كانت هنا بمدينه الدار البيضاء بساحه الحمام، يعني اشنو الراي ديالكم في هذا فهاد المساله ديال الاحتجاجات وديال الاسعار؟ عطونا الراي ديالكم نتوما كمواطنين. اخي اش غنقول لك، هاد الاحتجاجات اللي سببات هاد الحكومه الجديده، لان هاد الحكومه الجديده كيف تيشوف جميع المواطنين، بدينا تنشوفوا دابا باقا ما كملتش 3 شهور على المده ديالها وبدينا تنسمعوا ارحال اخ النوش. واش غنقول لك استاذ، بالنسبه للاحتجاجات راه من حق الشعب يحتج، هذا حق مشروع. غير هو اللي كاين اللي تيبان دابا هو ان الحكومه ربما عندها اليد فد الاوضاع اللي تعيشها الشعب المغربي حاليا. حنا الحمد لله ملي كانوا قالوا لنا راه الحزب ديال الحكومه راه غيجيب برامج وغيجيب بالجديد، الناس كلهم تفاعلوا وتعاونوا واستبشروا خير. واستبشروا خير، نعم استبشروا خير. ولكن حنا تنشوفوا العكس دابا، تنشوفوا بحال هذه الحكومه جات باش تنتقم من الشعب المغربي. وانا عندي واحد الرساله بغيت نوصلها للشعب المغربي، خصو يفهمها مزيان، ان الشعب المغربي خصو يعرف بانه مسؤول على هذا الشيء اللي طاري دابا، لانه هو من المسببات اللي جابوا هذه الحكومه هذه. بحالاش مسؤول؟ لانه صويت زعما لانه الشعب المغربي مغلوب على الامر ديالو. يعني دابا كلها ولات معروفه ب 200 درهم ولا ب 100 درهم تقدر تشري مغربي، والشعب المغربي راه خصو يعرف انه شعب حر، راه من بيت الاحرار هادي. وبغيت نقول لكم بان المؤسسه الملكيه راه ما عندها حتى شي دخل في هذه الاوضاع. المؤسسه الملكيه هازه يديها، خدامه قانونيه، دايره واحد الدستور اللي تيحكم ما بين الشعب والحكومه. هاد الدستور هذا مصادق عليه الشعب ومصادق عليه الملك، اذا الملك عاطي الكره للشعب. وراك كيف تشوفوا في خطابات الاخرى، الملك الله ينصرو دابا راه بدا تانب في الشعب ديالو، لان هاد الشعب هذا ولا تيوصل ليه ناس ما عندها لا كفاءات، ما عندها لا خبره سياسيه، ما عندها لا نهج سياسي، وما عندها حتى مبادئ سياسيه. يعني المغرب راه الصوره باينه، ما يمكنش لنا حنا نبداو نهضروا على شي حاجه ما كايناش. المغرب ناس ديال الاقطاع وناس ديال الشقاره هما اللي شادين هاد البرلمان وتيتحكموا كيف ما بغاو. وانا تنتمنى من الله ان المواطن يرتقي لواحد المستوى عالي باش يجيب شي حكومه، يجيب شي حكومه اللي تناسبه اللي تضحي معاه. انا راه بصفتي انا نقول لك يا اخي، انا راه مجاز معطل، مجاز في الادب الانجليزي سنة 1999، يعني عندي الإجازة منذ 1999 وما عمرني خرجت احتجيت وما عمرني درت شي احتجاج، لأن الوضع في المغرب اللي تسبب في هذه الأزمة هذه، أي حكومة تجي ما تتقدرش الشعب المغربي. راه عندنا في الشعار من بيت الأحرار، راه حنا أحرار، ماشي غندور غوتو على القفة ولا على الماكلة. الله سبحانه وتعالى بغانا نتعايشوا، بغانا نكونوا إخوان. وهذه الحكومات هذه انت تتشوف دابا، وليتي تتسمع الماسونيه، وليتي تتسمع شي سميات ما كاينينش، وكل شيء تيبان. هذا الشيء كامل يا اخي جا ضد في المسلم والمسلمين. انا تنقول هذه راه غير فكره بسيطه، لان المسلمين دابا في هذه البلاد هذه تيتمحنوا يا اخي. هاد الحكومات تيجيو علاش ما يراعيوش؟ حنا تنعرفوا الحكومات في اوروبا الا كانت شي زياده في الاسعار ما تتناسبش هاد الناس هادو ولا المواطنين، راه تيخرجوا الناس وتتفاهموا وتترجع الامور للنصاب ديالها. ولو انه كاع تكون زيادات، راه تتكون زيادات في الاجور وتتكون مشاريع تنميه
ومشاريع بيني وبينك يا اخي. شوف دابا حنا هذا الشعب هذا شو شحال من جمعياتنا في المغرب، شو شحال من جمعياتنا في المغرب، وباقي تتحاربوا مع الاسبان. شوف حالتنا في الاسبان، شو الشوارع ديالنا وشوف المقابر ديالنا. بالله عليك شوف هذه الحكومات وشوف شحال من حزب عندنا، وتا شي حزب ما تياخذ المبادره يمشي شي نهار ينقي المقابر ديال المغرب، هما ما تحترموا لا 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 ميت لا حي يا اخي. انا الصراحه انا تنتمنى من الشعب المغربي يكون شعب ذو حكمه، ما بغيناش حنا الصداع وما بغيناش هذه الفوضى اللي شفنا في قنيطره دابا في ضواحي القنيطره. حنا بغينا الشعب تكون عنده كلمه ويدير يدو في يد الملك. راه الشعب عنده على الملك، ما عنده لا حكومه لا والو. راه شوفوا راه هاد الحكومات اللي تيتعاقبوا علينا راه تيخلقوا واحد الشرخ بيننا وبين المؤسسه الملكيه. المؤسسه الملكيه صراحه خصها كفاءات، خصها ناس اللي تتعامل معاها، خصها ناس اللي توريها شنو كاين. حنا هاد الاحزاب تيكذبوا على الملك، والله الا تيكذبوا على الملك وتيضحكوا على الملك وتيخونوا الملك، وحنا معاونينهم في خيانه الملك وفي خيانه الوطن. حنا بغينا ناس، بغينا كفاءات، بغينا كفاءات. الله يجازيكم بخير. واش المغربي تيتشرب 100 درهم والشعار الوطني كاين من بيت الاحرار؟ واش الحار غتشريه؟ واش الحار غتشريه؟ وانا راه تنشكر قناه مغارب نيوز اللي تحت لي هذه الفرصه هذه باش نعبر على الراي ديالي كمواطن، كمواطن حر. ها وراه قلت لكم انا راه مجاز معطل، ماشي تنقولها باش نطلب الخدمه ولا شي حاجه. ربما راه من 99 الى الان وانا صابر الحمد لله وعايشها مع الاخوان ومع العائله. هادشي اللي كاين، هادشي اللي كاين. حنا بغينا بهذه الكلمه هذه بغينا نوصلوا ميساج للناس، للناس اللي تتلوح تتنتخب وما تتعرفش اش غيطرى من ورا داك الانتخاب. الله يجازيكم بخير، الله يجازيكم بخير. اتفقوا على كلمه وحده، الله يجازيكم. واش ماشي ممكن؟ واش ماشي ممكن؟ ما غيتحسش لينا حنايا الشعب الفقير. واش ما كاينش حاجه العار الى نقصوا الزياده راه الدراري غيثوروا، ولاد المدينه غينوضوا بالسيوفه وبالجناوه وحنا تابعينهم العيالات. حرام عليك اخنوش، ماشي سير انت خني، حرام عليك اخني، حرام قتلتينا، حرام قتلتينا وصفاف النار، حرام عليك. ويوصل كلامي ان شاء الله ان شاء الله. اذا احنا باقي نداون عليه. إذن هذا رأي ديال المواطنة كانت غير ديزا من هنا ديزا وسمعاتنا وسمعات هذاك يعني ثانية ساخطة على الوضعية. تمام. دابا السؤال اللي بغيت نسولك أخي وكنشكرك بعدا على سعة الصدر ديالك، الله يبارك فيك. دابا واش ماشي ممكن نعطوا واحد الفرصة لهذ الحكومة نقولوا يلاه بدات مثلا وممكن أنها تسول أوضاع مستقبلا، ولا غادي نقولوا بأن راه بال العربون؟ أخويا اش غنقول لك، راه بال العربون حقا. هذا السيد تينتقم، هذا السيد هذا هو. حنا ما على ما غن الا ما غنوصلوش ماديا راه نفوتوه معنويا. انا السيد راه شوفوا السياسه في المغرب ما كاينينش مواليها، كاين غير الملك السياسي رقم واحد هو الملك، والملك راه تيطلب من الشعب يفيق معاه ويدير يدو في يديه، راه هو القوه الضاربه ديالنا ضد هاد الاحزاب. واش فهمتوا ولا ما فهمتوش؟ يعني حنا علاش غنقولوا هاد الاحرار هادو مثلا حنا غنعطيوهم فرصه وهما من البدايه شتي الامور كي غادا. الا غنعطيوهم فرصه يبينوا لنا ديك الهضره اللي كانوا قالوا لنا، يهضروا لنا يجيبوا لنا دوك المشاريع. يعني ما طبقوش البرنامج، ما طبقوش البرنامج ديالهم. انت تتشوف السخط ديال الجماهير. ولكن البرنامج على حسب ما شفنا في البرنامج كان فيه المدى القريب والمدى المتوسط والمدى البعيد. واش المدى القريب ما تنفذش؟ المدى القريب ما كاين والو، فين هما دوك الاعانات اللي قال الناس على المدى القريب؟ واش انا تنقول لك يا اخي انا مجاز من 99 دابا راه عندي 48 سنه، ما بقاش عندي الحق في الوظيفه العموميه، وما عمرني غنمشي ندير احتجاج انا في الرباط ولا، حيت انا المغرب السياسه في المغرب لعبه، لعبه. يعني الا بغيتي تعرف شنو لعبه سير تفرج في شي ماتش ديال كرة القدم وغتعرف، راه تيلعبها اللي مول البالون واللي مول التونيات وهادشي وباك صاحبي، هادشي اللي كاين اخويا، هادشي اللي كاين. اشني رسالتك للحكومة؟ رسالتي للحكومة يتواضعوا مع الملك ومع الشعب ديالو. رسالتي للحكومة، الحكومة بجميع الأحزاب ديالها وبالائتلافات ديالها يحاولوا يحترموا الملك ويتهلاو ليه في الشعب ديالو. ما يبقاوش يكذبوا عليه، ما يبقاوش يكذبوا على الملك. الاحزاب
راكم تدخلوا الملك وتدخلوا الوطن، تقادوا مع الملك، زيدوا فلوسكم مع فلوسه وزيدوا بهاد البلاد القدام. راه الحمد لله المغاربه قانعين وعندهم واحد المناعه اجتماعيه لا تصور ولا تصدق. الله يجازيكم بخير قناه مغاربنا اليوم. وشناهو الرساله ديالك للمواطن؟ مواطن فاق، فاق المواطن، فاق المواطن، فاق. الله يجازيك بخير، خدام ولا ما خدامش فاق، ودير الله في قلبك، والله راه تيبغي الاصلاح. حنا اي واحد جا بغى يمشي بينا لقدام خصنا نتمسكوا فيه، واي واحد جا بغى يضيعنا وبغى يخلق الفتنه خصنا نديروا اليد في اليد باش نحيدوه. وراه القوه في الشعب، القوه الحقيقيه عند الشعب، زائد قوه الملك راه غنتريو على اي حكومه بغات تدي لينا رزقنا وبغات تضحك علينا. وبركه عليكم، ضحكتوا على والدينا وضحكتوا على والدين والدينا وباغي تزيدوا تضحكوا علينا. وعاش الملك، انا راه تنقول عاش الملك لان انت نعرف معنى عاش الملك، لان العهد بيننا وما بين الملك، حنا اللي تربطنا ما بين المؤسسه الملكيه هو العهد، وهذا العهد هو اللي خانوه. انا ما غنقول لا اخنوش لا عثمانيين والو، خانوه الاحزاب ديال الزيرو اللي خانوا التاريخ. التاريخ جا باش يتحارب مع هاد الاحزاب ديال الهيكله الرديئه. ايوا الحمد لله، دابا حنا تنتمناو من المواطن يفيق ويدير يدو في يد الملك ان شاء الله، وما يكون غير الخير. وشنو كانوا شي ناس جاوا ركبوا على الموجه يعني في الاحتجاج ديال الامس عبر ربوع المملكه، كانوا واحد الناس اللي استغلوا الفرصه ديال خروج المواطن الاحتجاج ضد غلاء الاسعار، وهاد الناس ركبوا على الموجه وبداو يطالبوا بشي مطالب اخرى بعيده كل البعد على الاسعار. شوف يا اخي المغرب، شنو رسالتك لهم هاد الناس هادو؟ هادوك يمشيو يتخباو، هادوك عارفين خرجوا من الغيران، فهمتي هاد المصطلح، هادوك عارفين خرجوا من الغيران، فهمتيني. المغربي راه حر، ما تيتباع ما تيتشرى، والمغربي راه العهد بينو وبين الملك، وهاد الحكومات هادو اللي جايين باغيين يخسروا لينا العهد مع ملكنا. عاش الملك. نعم سيدي، شكرا.